أشكره على جميل آلائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي باغتنام هذه الساعات المباركات من الليالي العشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أيها الإخوة المؤمنون، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جعل لنا مواسم للخيرات والبركات. هذه المواسم نستكثر فيها من العمل الصالح، ونتنافس فيها في العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، والأشهر المعلومات التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثبتت حرمتها وعظمتها من الكتاب والسنة. وكذلك الأيام العشر من ذي الحجة الحرام، قد جمع الله عز وجل فيها من العبادات والقربات الكثيرة. ومن هذه العبادات ومن هذه القربات الحج والأضاحي، فإن الحج والأضاحي مظهران أو رمزان للعبودية الخالصة والاستسلام الكامل. الحج ركن خامس من الأركان الخمسة، وهو مرة في العمر كله، لكن الأضاحي من شعائر الإسلام، وهي كل سنة، وهي سنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى فقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أيها الإخوة المؤمنون، أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالليالي العشر، والمراد بالليالي العشر هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة الحرام. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، فقسم الله عز وجل يدل على عظمة هذه الأيام العشر وعلو مرتبتها عند الله عز وجل. وقد صدق من قال، نظرا إلى الأحاديث والآثار والسنن، أن الأيام العشر من شهر ذي الحجة الحرام هي أفضل من الأيام العشر من رمضان، وأن الليالي الأواخر العشر من شهر رمضان هي أفضل من ليالي شهر ذي الحجة الحرام. وكذلك الجمعة هذه، فإنها تتميز عن الجمعات الأخرى بميزتين مهمتين جليلتين: ميزة عيد الأسبوع، وكذلك ميزة الأيام العشر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله
إلى هذا المعنى فقال وذلك في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله إلا من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالسبب في تفضيل هذه العشرة على بقية العشرة وعلى بقية الساعات والأيام والليالي أن الله عز وجل قد جمع في هذه العشرة من أمهات الأعمال ومن رؤوس الطاعات ففي هذه العشرة من الصلاة والصدقة والصوم والحج والأضاحي والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وهذه الأعمال كلها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الإخوة المؤمنون من أعمال هذه العشرة يوم عرفة ويوم عرفة يوم عظيم يوم عرفة يكمل فيه الحجيج الركن الأعظم للحج وهو الوقوف في صعيد عرفات وفي هذا اليوم يخذل فيه الشيطان خذلانا كبيرا وإنه يبكي بكاء حارا نظرا إلى مغفرة الذنوب والسيئات للمسلمين الحجيج فما رؤي الشيطان يوما في ذلك اليوم أحقر ولا أصغر ولا أطهر ولا أبيض منه إلا في هذا اليوم فقد أبدل الله سبحانه وتعالى لنا في يوم عرفة بصيام يوم عرفة وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أيها الإخوة المؤمنون من أعمال ومن قربات هذه الأيام العشر التكبير والتكبير تكبيران تكبير مطلق وتكبير مقيد فالتكبير المطلق هو في هذه الأيام العشر كلها وأما التكبير المقيد فهو من فجر يوم عرفة إلى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن أعمال هذه الأيام العشرة الاهتمام بالأضاحي اقتداء بسنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالأضاحي وتقديم الأضاحي واجب على كل مسلم عاقل بالغ يملك مقدار النساء سواء كان ذكرا أو أنثى وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العمل فقال من وجد ساعة من المال من وجد ساعة من المال فلم يضحي فلا يضربن مصلانا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب هذه الأيام العشر فقال إذا دخل ذو الحجة وأراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا أيها الإخوة المؤمنون من قربات هذه الأيام العشرة أداء الصلوات الخمس في المساجد والاهتمام بالجماعة والجلوس في المسجد والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وكذلك الذكر والتسبيح وحفظ الأعضاء والجوارح واللسان من جميع الآثام والذنوب لأن هذه الأيام هي مواسم للخيرات والبركات ألا إن لله نفحات فتعرضوا لها وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرا إلى هذا المعنى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة القدس، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق حامي عصاة الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن